انسداد الأفق السياسي أشعل الأوضاع العسكرية على الأرض، حيث تشهد محافظات تعز وصعد ومأرب وصنعاء تطورات عسكرية ميدانية. قوات الجيش الوطني والمقاومة استعادت السيطرة على موقع الصيرتين الاستراتيجي في مديرية الصلو جنوب غرب تعز، وتشهد هذه المنطقة لليوم السادس على التوالي معارك عنيفة وقصفا بصواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وتم أسر عدد من عناصر الميليشيات. وكانت منطقة حسنات شرق مدينة تعز ساحة لاشتباكات عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات. وصدت قوات الشرعية هجوما للميليشيات، ورافق الهجوم قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، وأجبرت الميليشيات على التراجع والفرار. قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدت لهجوم شنته الميليشيات على مواقع في المخدرة بمحافظة مأرب، وكبدت الميليشيات خسائر في المعدات، وقتل وجرح عدد من عناصرها، فيما قصفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية للميليشيات ودمرتها. وفي محافظة صعدة شن طيران التحالف غارتين على مواقع للميليشيات في منطقتي النظير وبني ربيعة في مديرية رازح، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم لواء الصحراء المشارك في معارك صعدة أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى الجبهات في المحافظة، حيث توزعت على محاور القتال أبرزها في مديرية البقع المحاذية لمديرية كتاف.